واحد يقول للبعض يقولون وصيت روح الحزن. ما هو روح الحزن؟ يعني ما يكون الميتين خزانة على الميت بتاعهم. هو أحسن حاجة نسميها صلاة اليوم الثالث، لا صرف روح الحزن ولا صرف روح الميت، صلاة إيه؟ اليوم الثالث. برضو الأباء الأسقف والأباء الكهنة يستعملوا هذا التعبير، يعني صلاة اليوم الثالث مش صلاة صرف الروح، وإلا سيعرضون أنفسهم لسؤال الناس يعني إيه صرف الروح؟ ما يعرفوش يجوب.